الجولة 16 تابع. عاد التوتر إلى طرابلس ومعه اشتباكات متنقلة ليس على المحاور بين جبل محسن وباب التبانة وحسب، بل أيضا في أحياء المدينة حيث سمع دوي رشقات نارية على طول النهار، فخلت الشوارع من السيارات والمارة وأقفلت المحال التجارية أبوابها مع استمرار عمليات القنص. مسلحون ملثمون تنقلوا في شوارع طرابلس مطلقين النار عشوائيا، فيما عمل الجيش اللبناني على التصدي للمسلحين ونفذ انتشارا واسعا داخل المدينة وعلى تخومها وسير دوريات مؤللة وأقام حواجز ثابتة ومتنقلة، ونفذ الجيش كذلك عمليات دهم وقبض على عدد من الشبان وصادر مستودعات أسلحة. وفي ساعات ما بعد الظهر وصل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل إلى طرابلس، حيث زار المواقع الأمنية ثم توجه إلى سرايا طرابلس يرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجي سالم وقائد الدرك العميد جوزيف دويهي، واجتمع الوفد بعدها بالنائب محمد كبارة في دارته للبحث في المستجدات الأمنية في المدينة بحضور أعضاء اللقاء الوطني الإسلامي. اليوم الجيش اللبناني عم بينفذ خطة أمنية انحطت من قبل القيادة، بلشوا فيها من امبارح، اللي إذا كانوا حقيقة غيارة على طرابلس وبهمهم طرابلس، وهذا امتحان إنهم يساعدوا الجيش اللبناني، مثل ما بتجينا أخبار إنه هني مع انتشار الجيش اللبناني، لا بدنا نشوف هلا إذا كان هني مع الجيش اللبناني ولا لا. الحكومة مع الوزير لم تتجرأ أن تطلب من حزب الله مباشرة الالتحام بسوريا حتى الحكومة اللي لكن لك شغلة هو جزء من الحكومة. راح أعدلك مين في بسوريا. خذ ورقة وقلم. الفرنساوي، الياباني، الشيشاني، اليمني، المصري، السوداني، اللبناني، التركي، هؤلاء اللي موجودين بسوريا، مش واحد فريق واحد موجودين بسوريا. وكان كبار قد عقد مؤتمرا صحفيا دعا فيه الى مسانده الجيش في تطبيق خطته الامنيه. بطلبه الجيش اللبناني استكمال خطته الامنيه ومناشده ابناء طرابلس عدم افساح المجال امام المصطادين بالماء العكر الذين يحاولون جر المدينه الى الفتنه وتعميم حاله الفوضى على شوارع المدينه، مع التشدد على ضرورة أن تكون إجراءات الجيش اللبناني متوازنة وعادلة وتطبيق القوانين بشفافية كاملة ومن دون تمييز، والطلب من القوى الأمن الداخلي القيام بواجباتها في شوارع طرابلس الداخلية ومساندة الجيش في تطبيق الخطة الأمنية. وعلى خط الحراك السياسي أيضا عقد اجتماع في دار الفتوى في طرابلس في حضور رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي ووزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال أحمد كرامي وأحمد الصفدي ممثلا وزير المال محمد الصفدي والنائبين محمد كبارة وسمير الجسر، إضافة إلى أمين دار الإفتاء في طرابلس الشيخ محمد إمام. وصدر بيان عن المجتمعين شدد على ضرورة أن تكون إجراءات الجيش وازنة في كل المناطق اللبنانية. كما أكدت قيادة الجيش أنها لن تسمح لأحد بالاعتداء على أي من دور العبادة ومن فيها. ويهم دار الفتوى أن تؤكد على حرمة دور العبادة وقدسيتها وعدم الخروج عن دورها العبادي والدعوي، ونهيب بعدم استعمالها مكاتب أو لأغراض غير دعوية، كما يطالبون الأجهزة المختصة باعتماد أقصى درجات الشفافية درءاً للفتنة ومنعاً لأي التباس. طرابلس شهدت أيضاً زيارة الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلومبلي، الذي عقد سلسلة من اللقاءات للبحث في أوضاع طرابلس. وصرح بلومبلي بعد لقائه الوزير فيصل كرامي مشدداً على ضرورة إيقاف القتال. زرت طرابلس مرات كثيرة، هي مدينة تاريخية عظيمة وتستحق أحسن من الأحداث اللي بتحصل هلا. و يعني حلقة الأنف اللي أعشتها المدينة منذ سنين، يعني المهم إيقاف القتال لحفاظ الاستقرار، وطبعا دعم السلطات الأمنية وبصفة خاصة الجيش في هذه الظروف. بأنه قد يكون هذه ردة فعل
على ما يحصل في سوريا، ولكن ما يحدث في طرابلس لن يغير شيء من الواقع السوري. فلا استهداف جبل محسن سيغير بالواقع السوري، ولا استهداف التبانة وباقي مناطق طرابلس سيغير شيء بالواقع السوري. ما يحصل في طرابلس هو ضرر وانهيار فقط لطرابلس ولاقتصاده. بلومبلي التقى كذلك الرئيس ميقاتي والنائب سمير الجسر بحضور النائبين محمد كبارة وبدر والنوس والنائب السابق مصطفى علوش. من طرابلس، رونا حلبي، قناة الجديد.